السلام عليكم مشاهدينا الكرام، هذه آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم من تونس، ونبدأها بعناوين أبرز ما فيها. في ظرف صحي واقتصادي استثنائي، التونسيون يستقبلون اليوم شهر الصيام. تهيئة الجوامع والمساجد ونسق تصاعدي في التزود بالأسواق. رئيس الحكومة يعطي من القيروان إشارة توزيع 4000 مسكن اجتماعي بكامل البلاد، وافتتاح المستشفى الميداني بالجهة. انطلاق البث التجريبي لقناة الوطنية التربوية لتأمين دروس تلفزية للمراجعة لتلاميذ البكالوريا في مرحلة أولى. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، توجه الرئيس قيس سعيد مساء الاثنين بكلمة إلى الشعب التونسي من جامع الزيتون المعمور، كلمة هنأ فيها التونسيين والتونسيات والأمة الإسلامية قاطبة بحلول الشهر الكريم. وركز خلال كلمته على مقاصد الإسلام بوجه عام ومقاصد الصيام بوجه خاص، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الشهر فرصة لتزكية النفوس ومغالبتها وللتعاضد والتآخي. ودعا الرئيس سعيد في هذا الإطار إلى التعاون والتآخي في هذا الشهر المبارك، داعيا السلطة العمومية إلى التصدي للمحتكرين والمضاربين، راجيا الله أن يحمي التونسيين من وباء كورونا وأن يقيهم أيضا مما أسماها الأوبئة السياسية. وتحدث قيس سعيد مع عدد من المصلين حول جملة من القضايا الفكرية والمسائل المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنت يوم أمس بالقاهرة في مشيخة الأزهر، وآثرت أن أتحدث إلى التونسيين والتونسيات من جامع الزيتونة المعمور ليلته دخول رمضان. هل هلال شهر رمضان المعظم إن شاء الله مبارك على كل التونسيين والتونسيات وعلى الأمة الإسلامية قاطبة. قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هل شهر رمضان المعظم الذي أنزل فيه القرآن شهر عظمه الله تعالى، شهر أمرنا فيه جل وعلا بالصوم عن الأكل وعن الشرب وعن سائر الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن الصوم كما يعلم الجميع هو جهاد للنفس. فالمقصد الأساسي من الصيام هو أن يجاهد الصائم روحه ونفسه ويغلب إيمانه على كل مظاهر الحياة العادية في هذا الشهر المعظم، يغالب شهواته ويطهر روحه مما علق بها من ذنوب وأدران. بهذه المغالبة يجاهد، وهذا الجهاد الحقيقي كيف يجاهد نفسه بفكره وبعقله وبإيمانه العميق. فالإسلام في روحه وفي أركانه ليس مجرد طقوس، بل هو تزكية للنفس. وحين تتزكى النفوس يصلح حال المجتمع.
وقد بدأت مظاهر شهر الصيام تظهر في الأسواق مع إقبال التونسيين على استكمال تحضيراتهم واستعداداتهم. كاميرا الأخبار رصدت الأجواء ونقلت مشاغل التونسيين مع حلول هذا الشهر الكريم. خيرات البلد تحجز مكانها على طاولة شهر الصيام قبل يوم من حلوله، فعلى غير العادة تبدو الأسواق مطلع الأسبوع مقصد التونسيين لاستكمال حاجياتهم. فهنا سوق تفوح فيها رائحة الشهر المعظم، خبز بأنواعه، خضر وغلال طازجة، الدجلة في عراجينها، اللحوم والأسماك والأجبان. فبين هذه المنتوجات بدت الشهوات والتحضيرات على أشدها. ما شاء الله كل خير موجود، صلي على النبي. شريت شوية فحات، شريت شوية مالحة، قضية رمضان إن شاء الله. ناخذ شويه العلاء كويس تي وقاعده عربي مقرونه بالصوص، هذيك الشهوه نتاعي فهمتني في رمضان. وكعبتين بريك وعصره قاش ديما موجوده. يا اخي انت بين 50 طبق في شربه وكعبه بريك وفهمتني شويه سلطه الحمد لله يا ربي. يا اخي شويه زيتون وشويه جبن شويه شويه كل يوم ويوم، ورمضان بنتك كل يوم تقضي شويه شويه فهمتني. ان شاء الله رمضانكم مبروك. ان شاء الله مبروك على الامه الاسلاميه الكل، ان شاء الله يجينا بالقسم والرزق، ان شاء الله ربي يهز علينا اللوبي. بركه ربي سبحانه وتعالى، ريحه رمضان بدات تفوح حتى من البركه، معناتها ان شاء الله ربي موفر كل شيء الخير، ان شاء الله يطيحوا لنا في الاسواق وكهو. أسعار تتواصل تشكيات التونسيين من ارتفاعها، خاصة مع تزايد نسبة الاستهلاك خلال شهر الصيام. شريت طريبة مر بربة 30,000. هي السلع كلها متوفره لكن الغلو موجود زاد سما بندير لا تو كيما مثلا في مارشي الكرو اليوم فهمت البارح بلتو شو نقول لك اسوام خياليه. انا نمشي حسب ميزانيتي وعندي القناعه التامه وكل نهار بنهار وكاها واللي شويه يززي. اي تريف تريف كل نهارين ونشريو حاجه. البرشا كان يتحلل واحد تصرف 500,000. رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله دعا التونسيين إلى تجنب اللهفة في ظل توفر كامل المنتوجات وتواصل عملية التزويد والتزود بمختلف الأسواق في كامل جهات البلاد. كل شيء فما متوفر، معناتها الكميات راهي متوفرة في شهر رمضان، معناتها كان ياخذ في باكو ولا اثنين حليب يولي ياخذ في خمسة ستة ستيكات، العظم يولي ياخذ في خمسة ستة ستيكات، خمسة ستة كيلو مقرونة، هذا كله علاش؟ هنا السؤال نتاعنا الكبير، هذا هو راهو السبب الرئيسي اللي باش ترتفع به الأسعار، اليوم يا خويا نقضيو قضيتنا عادي. هي آخر استعدادات التونسيين لاستقبال الشهر الكريم، شهر الخير والرحمة والبركة والقرآن والعبادة، شهر يهل بنسائمه ونفحاته الخيرة. في إطار الاستعداد دائما لاستقبال شهر رمضان، حملات تنظيف وتعقيم مكثفة يقوم بها المشرفون على المساجد بعد أن أقرت وزارة الشؤون الدينية إقامة صلاة التراويح وفق ضوابط منها أن لا تتجاوز 30 دقيقة بعد إقامة صلاة العشاء. استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وحرصا على سلامة المصلين، حملات مكثفة لتنظيف المساجد والجوامع وتعقيمها، جهود عضدتها الكشافة التونسية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بالمعالم الدينية التي تتهيأ لاستقبال روادها في شهر العبادة والرحمة. عندنا ما يقارب الأسبوع في حملة كبيرة في تعقيم المساجد في كامل تراب الجمهورية بما فيها في ولاية تونس. كل مرة نسقوا مع الإدارة الجهوية لوزارة الشؤون الدينية وننتقلوا حسب الرغبة وحسب الحاجة للمسجد هذاك باش نقوموا بتعقيمه وتنظيفه. قاعدين معناها قاعدين نحضروا في التحضيرات، قاعدين ننظفوا في الجامع، قايمين على الجامع ما شاء الله، قايمين بواجبهم على أكمل وجه، إن شاء الله يجعله مبارك على الأمة العربية الإسلامية إن شاء الله. ووفق بلاغ وزارة الشؤون الدينية فقد تم تحديد المدة القصوى لإقامة صلاة التراويح بأن لا تتجاوز 30 دقيقة على أن تكون إقامة صلاة العشاء مباشرة بعد الأذان مع وجوب اعتماد وسائل الحماية الفردية. في وسط تحترم القواعد، لبسان البافات، يعقم الإنسان روحه قبل ما يدخل، التباعد، كل إنسان يجيب معاه الزربية متاعه باش نتفادوا الكوفيد. وصلاة التراويح هي أقل من سنة معناها وعندها أجر كبير ياسر، وربي يتقبل صيامنا وقيامنا إن شاء الله وصالح أعمالنا إن شاء الله.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أقرتها الوزارة بعد اجتماعها مع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، تهوئة المعالم الدينية قبل كل صلاة وأثنائها، والحرص على إقامة الصلاة في الفضاءات المفتوحة كلما توفر ذلك، وأيضا تجنب اصطحاب الأطفال إلى المساجد والامتناع التلقائي عن ارتياد المسجد بالنسبة إلى كبار السن أو عند ظهور أي أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا. كما دعت الوزارة من جهتها المصلين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي ضمانا لسلامتهم. تم أمس بولاية القيروان تسليم عدد من المساكن الاجتماعية تحت إشراف رئيس الحكومة هشام الشيشي والسفير السعودي بتونس، وهو مشروع ممول من قبل المملكة العربية السعودية يتنزل في إطار علاقات التعاون التونسية السعودي في المجال الاجتماعي الذي يشمل تمويل السكن الاجتماعي بالإضافة إلى تمويل المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز بولاية القيروان. أعطى رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم إشارة انطلاق 4000 مسكن اجتماعي بكامل الجمهورية، وذلك خلال إشرافه على موكب تسليم 403 مساكن اجتماعية بولاية القيروان بحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر وعدد من الإطارات الجهوية وعائلات شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية ومواطنين منتفعين بهذه المساكن. الحكومة أرسلت منذ 2012 الحقيقة برنامج الخصوصي هذايا للسكن الاجتماعي، واحنا قاعدين مواصلين فيه. انطلقنا من هنا من ولايه القيروان من خلال اسناد 400 مسكن اجتماعي، لكن راهو العدد هذايا مازال جاي. احنا عندنا قرابه 4000 مسكن على العديد من الولايات يتم توزيعها تبع التعاون التونسي السعودي، دونك يشمل العديد من المجالات وخاصه ايضا في المجال الاجتماعي من خلال تمويل المساكن الاجتماعية هذية كذلك، لكن أيضا زاد فيما يهم ولاية القيروان من خلال زاد تمويل المستشفى بولاية القيروان. من جانبه أفاد سفير المملكة العربية السعودية بتونس أن تسليم هذه الوحدات السكنية يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، وهي امتداد للمشاريع التي تمولها المملكة في تونس منذ السبعينيات من خلال قروض أو هبات. تجسيد للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير. المشاريع المملكة العربية السعودية في الشقيقة تونس بدأت منذ العام 1975. تم إنجاز 21 مشروع تم اكتمال تنفيذها وتسليمها. لازال لدينا الآن إن شاء الله 13 مشروع تحت التنفيذ، ومنها عديد من المشاريع في عدد من الولايات التونسية. بمناسبة هذه الزيارة أيضا دشن رئيس الحكومة هشام المشيشي المستشفى الميداني الذي تم تركيزه بالقاعة الرياضية المغطاة حمد العواني بالقيروان بطاقة استيعاب تبلغ 40 سريرا مجهزا بالأكسجين، وأشار إلى أنه سيتم توفير التجهيزات اللازمة في أقرب وقت ممكن للمؤسسات الاستشفائية بالجهة، وخاصة تجهيز المستشفى الميداني بسريري إنعاش، كما أكد العمل على توفير الإطار الطبي وشبه الطبي اللازم. باش نعملوا مجهود استثنائي زاد في الفترة هذه باش نحاولوا نرفعوا في العدد نتاع الإطار الطبي وشبه الطبي. كيف زاد مجهود استثنائي كبير ياسر زاد في علاقة بتوفير التجهيزات باش نحاولوا مع بعضنا نجابوا الموجة الثالثة هذه من الوباء. شدد رئيس الحكومة على مزيد بذل الجهود على مستوى التوقي من فيروس كورونا والتركيز على إجراءات التباعد وتطبيق الحماية الذاتية، معتبرا أن المسؤولية جماعية. خلال اليوم الختامي للزيارة التي أداها الرئيس قيس سعيد إلى مصر، قام رئيس الدولة بزيارة ميدانية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس في محافظة الإسماعيلية، كما زار العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة مطلعا على أبرز مكوناتها الحكومية والسكنية والخدماتية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة ميدانية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس في محافظة الإسماعيلية، وتحديدا المكان الذي عبرت منه القوات المسلحة المصرية القناة قبل سيطرتها على خط برلاف. وتعرف هذه المنطقة بتبة الشجرة، وهي من الحصون التي تمكنت القوات المصرية من السيطرة عليها خلال حرب أكتوبر دون تدميرها، لتتحول فيما بعد إلى رمز تاريخي وسياحي.
زيارة الرئيس سعيد امتدت إلى العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة مطلعا على أبرز مكوناتها الحكومية والسكنية والخدماتية، وتعد هذه المدينة نقلة نوعية من حيث الهيكلة، وستنقل إليها جميع الوزارات والمؤسسات، إذ ستكون متنفسا للعاصمة المصرية القاهرة، كما زار مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح. هذا وحضر سعيد الحفل الأول لافتتاح السنة الثقافية التونسية المصرية 2021-2022. الحفل أحياه كل من الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم، وذلك في دار الأوبرا في القاهرة. من أيك طائر الشوق أغني ألمي، نغني لنحيا نغني لنحيا وتحيا الحياة. وفي ختام الزيارة الرسمية للرئيس قيس سعيد، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضرا في المطار لتوديعه، كما تلقى منه اليوم مكالمة هاتفية تبادل من خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. كما جدد الرئيس سعيد شكره وامتنانه للرئيس السيسي على حسن الضيافة وعلى ما وفره رئيس جمهورية مصر العربية من أسباب النجاح لهذه الزيارة. جرت مساء الاثنين مكالمة هاتفية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم والتمنيات بموفور الاستقرار والنماء للشعبين الشقيقين التونسي والليبي والأمة الإسلامية قاطبة. في جديد الساحة الإعلامية، انطلق صباح أمس البث التجريبي للقناة التربوية. هذه القناة التي تم إحداثها بشراكة بين وزارة التربية ومؤسسة التلفزة، ستؤمن دروسا لفائدة تلاميذ البكالوريا. القناة التربوية التي تتنزل في إطار مشروع تنجزه وزارة التربية ومؤسسة التلفزة التونسية، انطلق بثها التجريبي في الساعة 10 من صباح اليوم بتقديم دروس مراجعة لتلاميذ البكالوريا. مشروع كبير بديناه اليوم بقناة تربوية موجهة أساسا لتلاميذ الباك، لأولادنا باش يحضروا البكالوريا. الحصص التربوية التي تمتد على 6 ساعات يوميا ويعاد بثها على مدار اليوم يؤمن جانبها البيداغوجي ثلة من المدرسين تحت إشراف متفقدي المواد الدراسية وفق وزارة التربية. أعددنا لهذا دروسا مكثفة ومرافقة بيداغوجية ستبث على القناة التربوية بمعدل 6 دروس يوميا على مدار الساعة، تتخللها فقرات لتهوئة الشبكة. ومن المنتظر أن تتوسع الشبكة البرامجية لهذه القناة حتى لا تقتصر على دروس المراجعة فحسب. هي قناة تربوية تهم التعليم، تهم التربية، تهم التثقيف، تهم الشأن التلمذي، الشأن التربوي، كل المجالات التي تهم التربية في تونس. وبالتالي هناك مرحلة طويلة لكن نحاول نختصرها قدر الإمكان حتى نضمن قناة دائمة وقناة اللي هي تشد تلامذة. ويمكن الحصول على تردد القناة على نايسات وعرب سات من خلال التردد الثاني للقناة الوطنية الثانية. في الشأن العربي الآن، وفي فلسطين المحتلة، اقتحم 87 مستوطنا أمس باحات المسجد الأقصى انطلاقا من باب المغاربة بدعم من القوات الإسرائيلية. وبعد الاقتحام تم إغلاق باب المغاربة وسمح للمستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية في باحات الأقصى. يذكر أن المحتل الإسرائيلي يمارس مثل هذه الاقتحامات والاستفزازات بشكل شبه يومي، رغم الدعوات المتكررة لدائرة الأوقاف الإسلامية لإيقافها، وهو ما يواجه دائما بالرفض. بعد لقائه أمس رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط تم إبرامه في 2019. وأضاف أردوغان أن أنقرة سترسل 150 ألف جرعة لقاح ضد كوفيد-19 إلى ليبيا في إطار دعمها لمواجهة الوباء. وفي الختام نلفت انتباهكم مشاهدينا الكرام إلى أن مواعيد النشرات الإخبارية على قناة الوطنية الأولى ستشهد بعض التغيير، حيث تأتيكم نشرة الظهر على الساعة 1،
وتتابعون النشرة المسائية على الساعة الثالثة، فيما تتابعون النشرة الرئيسية على الساعة السادسة مساء، بينما تحافظ النشرة الأخيرة على موعدها المعتاد عند منتصف الليل. وإليكم الآن تذكيرا بعناوين أبرز ما جاء في النشرة من أخبار. في ظرف صحي واقتصادي استثنائي، التونسيون يستقبلون اليوم شهر الصيام. تهيئة الجوامع والمساجد ونسق تصاعدي في التزود بالأسواق. رئيس الحكومة يعطي من القيروان إشارة توزيع 4000 مسكن اجتماعي بكامل البلاد، وافتتاح المستشفى الميداني بالجهة. انطلاق البث التجريبي لقناة الوطنية التربوية لتأمين دروس تلفزية للمراجعة لتلاميذ البكالوريا في مرحلة أولى. أشكركم على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.